في ملاك ظهر الماما العذراء قال لها ان انت هتحملي وهتسميه يسوع. سمع ملك ان في طفل هيتولد فهم هربوا وكان معاهم يوسف النجار. بعد كده هم راحوا المزود علشان بابا يسوع يتولد فيه. المجوس هم ماشيين من عند الملك قال لهم لما تشوفوا الملك ده عاوزكم تقولوا لي المكان. لكن هم ما سمعوش الكلام عشان كانوا عارفين ان الملك ده عاوز يموت يسوع. في واحد قال لهم في مزود جنبيه ممكن تقعدوا فيه. والمزود ده ما كانش حاجه يعني لطيفه قوي عشان كان في حيوانات والمكان كان وكان الجو ساقع يعني وكانش حتى عنده غير بابا ومامته يعني فما كانش عنده عيله تانية يعني. يسوع اتولد في المزود وماما العذراء هي اللي ولدته وجم ثلاث مجوسات الذهب واللبان جابوا له ثلاث هديات الذهب والمر واللبان. يعني بيت لحم المكان اللي الحيوانات بتعيش فيه بقر ومعزة وحاجات كتير حيوانات. لو يبقى بيت لحم اللي فيه الخروف ومعزة وديك وكل الحيوانات دي. كان اللي بيبقى فيه الحيوانات هي المعزة والخروف كده بيشوفوا النجم شوفوا اشارات النجم بيقولوا وبيعرفوا ايه هي وكده. الناس اللي بيركبوا جمل ودول دي مجوس اللي هما بيمشوا خرفان مجوس الناس اللي بتعرف تقرا النجوم وحاجات كده. مش هما الناس اللي بيشوفوا النجوم بيراقبوا اللي هي النجوم واللي هما بيراعوا الاغنام. النجمة رمزها ان حد كبير حد ملك او حاجة زي ملك جه في الارض. توصل المجوس للمزود بيمشي وراها عشان يروحوا ليها المكان بابا يسوع عشان الناس تعرف ان في ملك اتولد لولادة ان في ملك جه. كانوا بيمشوا وراها عشان يروحوا ليها المكان بابا يسوع. ادلهم لبن ملبن وذهب و لا مش عارفه تاني تحت كانت ثلاث حاجات بس انا فاكر منهم ليه كانت دم قصدي ذهب و حاجه مش فاكرها ذهب لبن ومر الذهب والمر واللبان. ان ربنا دايما معانا في كل حاجه. ربنا اتولد في مكان ضيق قوي ما اتولدش في بيت اتولد في مكان مزود يعني هو يعني اكتر حاجه حبيتها ان هو ما كانش زعلان يعني لازم يعني ما نزعلش اللي عندنا ما نقولش مثلا انا عايزه اللي عندها مثلا عايزه اللي عندها لازم نشكر اللي عندنا ان احنا ما نسمعش كلام الاشرار وغلبان ولا غني وربنا بيكون معاك. حبه قش تلموا تلموا وعملوا اكبر فرش وعفش جيجل بقى دواي مش هكملها بقى بحس بإحراج بلاش يعني. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We welcome to town. بعدها بيقعدوا يدوها Père Noël frappe à la porte. Toc toc toc. Dans son manteau rouge et blanc. Toc toc toc. Allons voir ce qu'il apporte. Père Noël, des cadeaux pour les enfants.
بيدق يا قطة انت هالعريت يا صغير أنتنا هذا هالعريت. ربنا موجود.